النهارده عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم إن شاء الله، لكن خلينا الأول نبتدي بالأخبار اللي حصلت إمبارح أو الأحداث اللي حصلت إمبارح، وأبرزها تأكيد سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية. وأيضا الدكتور مصطفى مدبولي وجه بعرض تصور متكامل لاستغلال المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف. أيضا رئيس الوزراء بحث مع وزيرة التعاون الدولي مجموعة من ملفات عمل الوزارة، وأخبار تانية كتير وأحداث تانية كتير هنستعرضها بالتفصيل في سياق العرض اللي جاي. مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت امبارح، أبرزها إن الرئيس عبد الفتاح السيسي استقبل السيد أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، ونقل سيادته تحياته إلى الرئيس جو بايدن مؤكداً على علاقات الشراكة الاستراتيجية الممتدة بين مصر والولايات المتحدة والتطلع لتعزيز التنسيق والتشاور بين الجانبين بشأن مختلف الملفات السياسية والأمنية وقضايا المنطقة. وتم خلال اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، فضلاً عن بعض الموضوعات الخاصة بالعلاقات الثنائية بين الجانبين. امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة آليات تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية في صناعة الأعلاف. وأشار رئيس الوزراء لأهمية العمل على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية واستغلالها لاستغلال الأمثل في صناعة الأعلاف، وأكد على ضرورة أنه لازم يكون ليها منظومة متكاملة. كمان امبارح عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء اجتماع لمتابعة عدد من ملفات عمل وزارة التعاون الدولي خلال الفترة الراهنة، واستهل رئيس الوزراء الاجتماع بالإشارة للأهمية اللي بتوليها الدولة لبرنامج نوفي ونوفي بلس اللي بيعد محور الارتباط بين مشروعات المياه والغذاء والطاقة في مصر. تناول الاجتماع أيضاً الموقف التنفيذي لمشروع محور الطاقة وخطة المشروعات الفرعية لإنتاج 10 جيجا وات والأثر التنموي له، واللي بيعزز تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية للوصول لنمو اقتصادي مستدام وتنفيذ خطة المساهمات المحددة وطنياً لخفض نحو 5.25 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون كل سنة. امبارح نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على الفيسبوك لقاء الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي بالفريق حنان ولد سيدي وزير الدفاع الوطني بالجمهورية الإسلامية الموريتانية والوفد المرافق له اللي بيزور مصر حالياً. وتم إجراء مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع، وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني للبلدين. وتناول اللقاء مناقشة مجموعة من الموضوعات المهمة المشتركة وبحث سبل أوجه التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين. امبارح أيضاً المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على الفيسبوك إن القوات المسلحة نظمت احتفالية مع النحمي الوطن بمتحف القوات الجوية لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر شهداء الشرطة المدنية والقوات المسلحة، وده بالتزامن مع الاحتفال بالعيد 71 للشرطة المصرية وتقديراً لجهود رجال الشرطة البواسل في حفظ الأمن والأمان والاستقرار. نروح دلوقتي لمحافظات مصر اللي بتشهد العديد من الأخبار والأحداث الهامة، اللي يمكن أبرزها إقامة 6 معارض من سلسلة معارض أهلا رمضان في قرى مغاغة بمحافظة المنيا، وتوزيع ملابس جديدة على 280 أسرة من الأسر الأيتام وغير القادرين في محافظة الغربية. كمان جهاز مدينة العاشر من رمضان بيعلن طرح 32 موقع مخصص لسيارات الطعام المتنقلة، وافتتاح المكتبة العامة تجريبيا خلال الاحتفال بالعيد القومي في محافظة قنا. أكيد بالتأكيد في أخبار تانية كتير حصلت في محافظات الجمهورية المختلفة نستعرضها في سياق هذا التقرير. محافظة
محافظات مصر شهدت مجموعة من الأخبار والموضوعات المهمة، أبرزها إن الوحدة المحلية لمركز مغاغة أعلنت إقامة 6 معارض أهلاً رمضان ضمن خطة الاستمرار في إقامة المعارض وتوفير كل السلع والمواد الغذائية بالأسعار اللي بتتناسب مع كل فئات المواطنين وبأسعار مخفضة ما بين 25% ل30%. ونظمت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني معرض لتوزيع الملابس الجديدة على 280 أسرة من الأيتام وغير القادرين بقرية شبرتنا بمركز بسيون في محافظة الغربية. جهاز مدينة العاشر من رمضان في محافظة الشرقية أعلن عن طرح عدد من المواقع بالمدينة لعربات الطعام المتنقلة بنظام القرعة العلنية، وتم طرح عدد 32 موقع لتخصيص أماكن لعربات الطعام المتنقلة بنظام القرعة العلنية، وهيتم طرح كراسة الشروط من خلال الجهاز للي عايز يتقدم خلال الأيام اللي جاية. محافظة قنا أعلنت أنه هيتم الانتهاء من تأسيس وفرش مكتبة مصر العامة بمحافظة قنا في غضون شهر فبراير القادم تمهيناً لافتتاحها بشكل تجريبي خلال احتفال بعيد قنا القومي، وهيتم العمل على سرعة الانتهاء من أعمال التشطيبات النهائية بالمبنى الرئيسي في المواعيد المحددة تمهيداً للبدء في أعمال فرش المكتبة. شهدت محافظة سوهاج وصول الدفعة الثانية لعدد 39,000 شجرة، منها 36,000 شجرة زيتون و2,000 شجر فرش زجاج و1,000 شجرة أكاسيا، وده ضمن 170,000 شجرة متنوعة هيتم زراعتها بالطرق الرئيسية والفرعية ومحيط المدارس والجامعات والمصالح الحكومية وبجوار الترع اللي تم تبطينها في إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. مديرية الصحة في محافظة بني سويف أعلنت عن قيام إدارة القوافل بتنفيذ قافلة طبية بقرية ميانا مركز إهناسيا مكونة من 8 عيادات في 7 تخصصات ضمن إجراءات وقائية مشددة، وتم الكشف على 1402 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. شركة الصرف الصحي في محافظة الإسكندرية أعلنت رفع درجة الاستعداد بالشركة استعداداً لهطول الأمطار، وده طبقاً لبيان توقعات هيئة الأرصاد الجوية وبالتزامن مع ميعاد نوة الكرم. وتم وقف الأجازات وبدل الراحات لجميع القطاعات والإدارات المعنية بالشركة لحين انتهاء فترة عدم الاستقرار ونشر السيارات والبدلات واستمرار أعمال التطهير للشنايش والمطابق وتخفيض مناسيب بيارات محطات الرفع أولاً بأول. محافظة مطروح شكلت لجنة خاصة لدراسة المطالب والمشاكل والتحديات اللي بتواجه أبناء المحافظة من القادرون باختلاف، وده في ضوء تكليفات القيادة السياسية بالاهتمام بيهم ودمجهم في كل المجالات بالمجتمع وتقديم كل الدعم ليهم. واجتمعت اللجنة لوضع رؤية وخطة لآلية تحقيق مطالب واحتياجات ذوي الهمم والقادرون باختلاف بالمحافظة، مع فتح حوار مجتمعي بمشاركة جميع الجهات الحكومية والمجتمعية والشعبية المعنية، مع إطلاق مبادرة بعنوان بنكمل بعض للوقوف على كل مطالبهم واحتياجاتهم.